وضينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق. 25 سنة. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا إليها. لكن وصلنا إليها بصبر. ما وصلنا إليها بالراحة. وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة ومعركة دول أكبر عنا وأعظم منا وأقوى منا. كنا نتعارك وياهم مو معركة بالسلاح، معركة بالتصرف، معركة بالكلام وبالمحاولات التي تنجينا من مواجهة من هو أعظم منا وأقوى منا. وصلنا والحمد لله. خلاص نصيحة قالوا انصحكم من الاتحاد هذا. ليش؟ الاتحاد عليه وعليه وعليه وعليه، اللي عليه علينا، واللي علينا عليه، ونعم بالله، ونحن اخوه، ما حد يفرقنا، ما حد يقدر يفرقنا ابدا. واللي بيفترج بيفوز عنا، نحن بنجيله اللي بيفوز عنا من محله بنجيله. زراعة ما فيها زراعة، سكن ما فيها سكن، أرض قاحلة، ولكن كل ما يظهر على الدولة كله يصرف فيه، يصرف مستقبلها ومستقبل أهاليها مواطنها. كثير من الناس يقولوا يا زايد أنت تصرف أكثر من اللي يدخل عليك، ليش؟ قلت لهم أنا عندي يقين بالخالق عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يلوم القادر أنه يعمل ويعذر اللي ما هو قادر. أنا أرى نفسي قادر، لو ما عندي شيء أرى نفسي أن أمامي الخير، أمامي الشيء، وما لي إن شاء الله في الله طيب. أمنوني إياها وأنا أمنتك وأمنت إخوانك، ثم الآن حملناها إخواننا الآخرين وأبنائنا اللي هم من شعبنا ومننا وفينا.